الصلاة على النبي كده، احنا صعدنا كاس الرابحين، والنهارده باذن الله هنظبط فريقنا ونتكلم عن كاس الرابحين شويه حلوين، وكمان في تحديث جديد نزل النهارده فبرضه هنتكلم عليه في حلقه دسمه جدا من المعلومات الكرويه، خصوصا في كاس الرابحين والاخصام اللي هنقابلهم في دور المجموعات. حط لايك واشترك في القناه ويلا بينا ندخل في الفيديو مع بعض. طيب الصلاة على رسول الله كده، انا ما فتحتش فتحة كاس الرابحين الى الان، انا يدوبك سجلت والدوري بدأ وما شفتش المدربين ولا شفت مين اللي معايا في المجموعة ولا اي حاجة خالص. فبسم الله الرحمن الرحيم ندخل كده ونشوف ونقول يا رب معانا جيرونا، بيلعب جيرونا في اول لقاء في المجموعات يا جدعان. يعني سبحان الله الصدف تشاء ان انا اقابل جيرونا، يعني ليه؟ طيب ليه حط جيرونا وجيرونا في نفس المجموعة ويخلوهم يلعبوا اول ماتش كمان؟ حرام عليكم والله العظيم. عموما تعالى بقى نبص على قيمة الفريق ونبص على الفرق اللي معانا في المجموعات، وهل احنا من ضمن افضل 3 فرق في قيمة الفريق ولا لا، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. فبسم الله الرحمن الرحيم ندخل كده معانا المجموعات، اتلتيكو بالباو، جيرونا ثم بالميراس من البرازيل، عندنا النصر السعودي موجود، برايتون، ليفربول ونيوكاسل، عندنا برشلونة وتشيلسي وايه بشك شهيرة اعتقد، ويوفنتوس، اي سي ميلان وكورينثيانس، وعندنا فرق غريبة كده مانشستر سيتي، ارسنال، برشلونه يونايتد، توتنهام، بلباو، باير ليفركوزن، انترناشونال، ومانشستر سيتي، ارسنال، برينتفورد، جيرونا للمره الثالثه، وفولفسبرج، استون فيلا، يونايتد، نابولي، وساو باولو. دول المجموعات اللي موجودين في كاس الرابحين. فبالصلاه على رسول الله كده نضغط على قيمه الفريق، انا عايز اتفاجئ الصراحه بقيمه الفرق والرعب اكيد اللي هيكون موجود ما بين المدربين وما بين الفرق وبعضها. فنضغط مع بعضينا قيمه الفريق، احنا مش في اول 8 حتى من قيمة الفريق يا جدعان، مش ممكن على المدربين اللي احنا داخلين معاهم البطولة. اتلتيكو بالباو في المركز الاول بمليار 826، نابولي بمليار 822، يونايتد مليار 805، ساو باولو مليار 800، يعتبر كلهم فرق ما بينهم وبين بعضهم 20 مليون 30 مليون، الفرق ما بين الاول والثامن مثلا 70 مليون فقط، يعني الثامن ده ممكن يشتري لاعب يتخطى ويصعد على طول المركز الاول كاغلى قيمة فريق. زي ما انتم شايفين احنا فين؟ طيب يا جدعان احنا مش موجودين يا جدعان والله، في المركز ال 17 بمليار و 700 مليون، فارقين عن الاول في حدود 130 مليون اللي هم معانا. احنا معانا 121 مليون هنشتري لاعب دلوقتي، فهندخل التوب 5 باذن الله بقوة في كاس الرابحين. فتعال نبص على فريقنا كده ونشوف ايه اللي ناقص. انا هلعب بخطتين، خطة هيكون فيها 3 مهاجمين وخطة هيكون فيها 2 مهاجمين، ايا كانت الخطط، اذا كان مثلا 4-4-2 او 5-3-2، دي بالنسبة للخطط اللي فيها 2 مهاجمين، اما اللي فيها 3 فدي ممكن 5-2-3 او 4-3-3 او ممكن 3-4-3 برضو تنفعني كثلاث مهاجمين. عايز صانع العاب واثنين وودال موجودين، عندي 4 محاور ودولت كافيين جدا انهم يغطي كل الخطط اللي انا عايز العب بيهم. محتاج ظهير يمين، فبالتالي تعال بس نعرض لعيبة في الانتقالات الاول ونروح نجيب ظهير يمين ان شاء الله. تعالى هنقلل من قيمته شويه، زي ما عرفتكم دايما قلل من قيمته شويه وتفاعل مع الانتقالات. يعني انا دلوقتي قللت من قيمته هروح اتفاعل مع الانتقالات، ان انا هشتري لاعب عشان الانتقالات تتفاعل معايا وتبيع لي اللعيبه اللي انا لسه بعرضها دلوقتي. فتعالى نعرض كمان الواو اللي موجود في نص الملعب ده، بما انه قوته 105 ننزل 119 مليون حلوين على قيمته. كلوزيفسكي الصراحه كان مبدع في الدوري الاسباني، ايضا هنزله 130 كويس، وممكن ايضا نبيع بنيدر بحيث ان هو سنه كبير. على فكره بنيدر هداف مرعب، ولكن انا محتاج السن الصغير في البطوله ديت عشان اقدر اطورهم اكتر، اطلع بيهم ل 130 و140 والكلام ده ان شاء الله. في اللاعبين محتاجين داليه ومحتاجين نتفاعل مع قائمة الانتقالات. هتقول لي طب افرض ما لقيتش دالي ايه؟ هقول لك هتفاعل، يعني هتفاعل هشتري اي لاعب بالفلوس اللي معايا. زي ما انت شايف موجود دال واو قوته 112 عامل 117 مليون، طبعا مش موجود دالي ايه زي ما انت شايفين كده، مفيش دالي ايه يقدر يفيد الفريق. عندي ايضا سولي 111، فالصراحه انا متحير ما بين الاثنين دول، ما بين اللاعب اللي اسمه سيماكان وما بين سولي. بس ميزه سولي ان هو او
عيب سولي ان هو 28 سنة، اما اللاعب الفرنسي ده ف 24 سنة فقط، فبالتالي اللاعب ده هيكون مناسب للفريق. فتعالى نورت الفريق يا بطل، اسمه محمد سيمكان اعتقد، او سيمكان او سمكان حاجة كده يعني، بس خصوصا ان هو اسمه محمد والراجل مسلم الحمد لله، ينضم للفريق باذن الله فريقنا يقوى مرة او انتقال بعد انتقال نوصل ونبقى اغلى قيمة في كاس الرابحين باذن الله. هتقولي طب انت دلوقتي ما اشتريتش ده ليه؟ هتعمل ايه بالدال واو اللي انت جبته؟ هقول لك هعمل حاجة حلوة، هروح على بن يدر اشيله من الانتقالات وانزل على المدافعين اللي عندي، بما ان انا اشتريت دال واو قوي فهبيع دال واو من الدال واوات اللي عندي، بحيث ان انا اوفر مساحة في لعيبة تانيين اذا كان بقى دال ايه او دال واو تاني ما عنديش اي مشكلة. وعلى فكرة ممكن العب بدال واو مكان الدال ايه، خصوصا يكون الهجوم بتاعه اعلى من 10، فما عنديش اي مانع على الاطلاق. وبستار عنده 29 سنة، فبالتالي ممكن نبيعه نستفيد بلاعب اصغر سنا، 147 عليك كويسين يا ويبستر. وبس كده سيدي، هو ده اللي احنا عم نعمله في قائمة الانتقالات بتاعة جيرونا. تعال نبص على نفسينا بقينا فين، بقينا في المركز السادس بمليار 771 مليون. برضو من ضمن الخطوات المهمة قبل ما نحط اللاعبين بتوعنا في التدريبات، ان احنا نظبط اقوى تشكيلة عندنا للاعبين هنستخدمهم في البطولة، ونخش نلعب وديات عشان نطورهم في بداية البطولة، نستغل كل لحظة في البطولة نطور فيها اللعيبة، ما يكونش فيه عطل في التطوير. فبالتالي طبعا عندنا هنا في قلوب الدفاع في ديساسي، وعندنا اللاعب لسه احنا لسه شارينه 24 سنة، لودي اعتقد سنه كبير، لودي 26 سنة، الدال شين الثاني روبرتسون ايضا 26 سنة. فخليك يا لودي بما انك انت الاقوى في القيمة او في الريد بتاعك دلوقتي، نحط برضو دكة البدلاء بحيث لو حاجة تبديل حصل ولا حاجة، وبستر انت في الانتقالات فبالتالي مش عايزينك تتطور. ديساسي عنده كم سنة؟ ديساسي 26، مفيش مشكلة ديساسي كويس، بس ممكن كمان اللاعب ده اللي اسمه أوليكيبا، اللاعب ده عنده 21 سنة فقط، فتطويره هيكون اسرع من ديساسي. طبعا التكتيكات كنا حطيناها من الدوري الاسباني المتخصصون، هنحط اوتشوا قائد للفريق 38 سنة، ضربات الجزاء سافيو، الضربات الحرة سافيو زي ما احنا متعودين ايضا من الدوري الاسباني، بريرا للضربات الركنية. تعال على الوديات نلعب ضد بشك شهير 4-0، وبص على التطوير اللي حصل للاعبين اللي معايا في الفريق وجمال التطوير يا جدعان، اقسم بالله متعة. الوديات دي قمة في المتعة لتطوير اللاعبين بتوعك وزيادة فعاليتهم في المباريات. تعال نجرب ضد نابولي تاني ونطور لاعبتنا اكتر واكتر، كلوزوفيسكي بيتطور، سافيو بيتطور، لوكيبا بيتطور، فهو ده اللي انا عايزه من الوديات. هات ليفربول 6-1، سافيو بيبقى 127، لوكيبا بيبقى 111، سيماك كان او محمد عموما اللي احنا لسه شارينه بقى 113. تعال نلعب ماتش كمان، لودي بقى 115، كسبنا 12-0 يا جدعان، مش ممكن 12-0 على فريق بيلعب في كاس الرابحين، عملنا 21 تسديده، سجلنا 12 هدف، والله النتيجه دي تتصور طبعا. تعال خد لها سكرين على طول، ايه ده يا جدع، ايه الرعب اللي فريق بيعمله في الوديات ده. تعال نلعب اليونايتد، طبعا التطوير كده هيبقى ضعيف، كل يوم ليك 4 ماتشات تلعبهم عشان تطور الفريق بتاعك اكتر واكتر. دلوقتي احنا في القيمه وصلنا لكام؟ اغلى قيمه فريق في كاس الرابحين بالكامل. فهو ده اللي انا بقوله لك، هو ده سر التطوير، ان انت توصل بقيمه فريقك من 100,000 ولا 100 مليون الى مليار و2 و3 مليار كمان. فبالتالي احنا خلاص داخلين على ال2 مليار، واوعدكم ان احنا في البطوله دي هنضرب ارقام قياسيه من حيث تطوير اللاعبين باذن الله. دلوقتي هندور ان احنا نحط بقى باقي اللعيبه في التدريبات عشان خاطر نطورها هي كمان. اوتشوا هيبقى 114 زي ما انت شايف، كل اللعيبه هتتطور، هحط بيريرا مثلا عشان يكون 114. عندنا هنا ديساسي وويبستر وروبرتسون، فهحط ديساسي لاني هحتاجه في الماتشات القادمه. بس كده سيدي، هي دي اسرار كاس الرابحين للتطوير، في من بيع اللاعبين للوديات وهي كانت الاهم لو خدت بالك، الى بيع وشراء اللاعبين في قائمه الانتقالات. التحديث اللي كان نازل هو كان مجرد تحديث لبعض التكتيكات، فركز في الفيديوهات القادمه عشان هتكلم عن
التكتيكات بشكل مستفيض في مبارياتنا في كاس الرابحين ان شاء الله. لو اتباع حد من اللعيبه وعملنا فلوس كويسه اوعدك ان هطلع في فيديو واقول لك انا عملت ايه من بيع وشراء وتطوير جيرونا اكتر واكتر عشان نكتسح ونسيطر على كاس الرابحين باذن الله. شكرا لكم على المشاهده. في الاخير لو حابب تنضم لقناتنا على التليجرام فالرابط هسيبه لك في الوصف، تقدر تروح هناك وتشيك على قناتنا في التليجرام، فيها كل ما يخص المدرب الافضل من تكتيكات لخطط لكوينز لكل حاجه موجوده في قناتنا بالتليجرام، هتلاقي الرابط في الوصف وكمان في اول تعليق. شكرا لكم على المشاهده، اتمنى حط لايك واشترك في القناه يا مان الله.